السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفو كيفاش نديرو تحويل مصفوفة إلى متجه والعكس، يعني كيفاش نروحو من ماتريس لفيكتور ولا من فيكتور لماتريس. نبداو أولا كيفاش نروحو من ماتريس لفيكتور. عندنا هنا إن ماتريس ديكلاريتا اللي هي سي، فيها 4 لين 3 كولون كيما راكم تشوفو. راني باغي نحولها لفيكتور. كيما نعرفو حنا في لفيكتور كاين دو تيب، كاين فيكتور لين ولا فيكتور كولون. كي نبغي نحولها لفيكتور ليني شندير؟ ولا نبداو بالكولون، نديرو الاسم تاع المصفوفة وبين قوسين نديرو هاد النقطتين. راكم معايا؟ هاكا راهي تحولت لفيكتور كولون. والترتيب الجديد تاع العناصر كيفاش يكون؟ يكون كيما هاكا، يعني العمود الأول من الأعلى للأسفل، 4 7 4 10 هايوين، ثم العمود الثاني اللي هو 5 8 25، ثم العمود الثالث. يعني يكون الترتيب كيما هاكا، تروح هاك صاي. هذا فيكتور كولون. نفس الشيء كي تبغي دير تحولها لفيكتور لين، تكتب الاسم تاع المصفوفه وايضا بنقطتين بين قوسين ودير هذه الشرطه ابوستروف، معناتها راك دير في الترونسبوزي، راهي تحولت لفيكتور لين. والترتيب كما قلت لكم، يعني العمود الاول في الماتريس من الاعلى للاسفل، ثم العمود الثاني وهكذا. صح، كاينه طريقه اخرى نقدروا نستخدموها واللي هي عن طريق روشيب، لا كوموند روشيب معناتها إعادة التشكيل. صح، نديكلارو لا ماتريس تاعنا، عفوا هاي لا ماتريس سي، نستخدمو روشيب إعادة التشكيل ونكتبو الاسم تاع المصفوفة اللي هو سي. كيما راكم تشوفو راهي طلعت لي هذا، يقول لك لازم دير الاسم تاع المصفوفة ثم سايز، يعني الحجم. الحجم شا هو؟ كما نعرفوا حجم مصفوفة شمعتها عدد الأعمدة وعدد الأسطر. أنا دروك راني باغي نحولها لفيكتور ليني. بتحولها لفيكتور لين لازم تكون تعرف عدد العناصر. عندنا احنا هنا 12 عنصر. فيكتور لين شا معناها؟ معناها عندنا سطر واحد 12 عمود، فهمتوا؟ بتكون فيكتور لين هاكا. كي تبغي تحولها لفيكتور كولون، دير رو شيب اسم المصفوفة ثم فيكتور كولون. شحال لازم يكون النمبر ديالي؟ حاجة باينة، لازم يكون 12، العكس يعني العكس تاع الفيكتور لين. 12 يكون عندنا ان كولون، يعني عمود واحد، ودير اوكي. صاي، هذا بالنسبة للطريقة الثانية باستخدام رو شيب. صح، ثانيا شوفوا كيفاش نديرو من كيفاش نروحو من فيكتور الماتريس. صح، ناخذ هذا المثال اللي هو المثال تاعنا اللي فات، هذا نخزنوه مثلا في متغير دي. كيما راكم تشوفوا هنا راه متخزن في المتغير هذا اللحظي اينس، انا نديره في دي. هذا الكولون تاعنا راني باغي نحوله لماتريس، نستخدم روشيب. روشيب نديرو الاسم تاع الفيكتور كيما راني مسميه دي فيرجيل، بعدين نديرو السايز الحجم. صح، كاين حاجه لازم ما نطيحوش فيها، يعني ما نغلطوش فيها، اللي هي لازم عدد الاعمده في الاسطر يكون يساوي الحجم تاع الفيكتور. احنا الفيكتور شحال فيه؟ هذا فيه 12 عنصر. صاي، لازم عدد الاعمده اللي ديره كي تضربها في الاسطر يعطينا 12. صاي، صح، 12 شا لازم منه؟ مثلا 4 أسطر 3 أعمدة تساوي 12. تما رانا صح، هاوي هاو الترتيب تاع العناصر كيما راكم تشوفو. 4 عناصر الأولى في الفيكتور يجو في العمود الأول، ولي بعدهم يجو في العمود الثاني من الأعلى للأسفل وهكذا. مام نقدرو نديرو مثلا رو شيب ثلث أسطر 4 أعمدة، 3 × 4 تعطينا 12، رانا نيش تخرج لي كيما هاك. تسمى 3 عناصر الاولى يجوا في العمود الاول وهكذا. مثلا رو شيب دي 2 × 6، يعني سطرين وست اعمده، رانا صحاح بسكو تعطيني 12. ايوا، ولا 6 × 2، يعني 6 اسطر وعمودين.
بصح لو كان ما نحترمش الحجم تصرالي ايرور. ندير مثلا 6 في 3، 6 في 3 تعطينا 18، وحنا عندنا في الفيكتور تاعنا غير شحال 12 عنصر، تما تخرج لي ايرور. اش قال لك؟ ايرور يوزين ريشيب، قال لك تو ريشيب ذا نمبر اوف اليمنتس ماس نوت تشينج، نوت تشينج يعني ما لازمش يتبدل. هذا بالنسبه كيفاش تحول فيكتور الماتريس. نتمنى الشرح كان مفيد، ما تنساوش ديروا اشتراك القناة وتفعيل الجرس، ونتلاقى في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.